كيف يمكن الرد على الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل؟ لو كنا طرف مباشر كمنظمة تحرير في الرد في غزة لا أعلننا واتصلنا بالقوة الفاعلة لتقوم به، لكن يعني في ظل الانقسام يعني معروف القرار الموحد غير موجود. السلام عليكم، زمان عنا فاتك يا ابو نداء. اول شيء مين اصلا متذكركم في هاي المعركه حتى تكونوا طرف او ما تكونوش، مع انه انتوا طرفها بس طرف محطوط على الطرف وصافف مع اقبح طرف، واللي اطرافه بتحكم من وحده الاطراف الاخرى بالتاكيد ما حيكون طرف ينال قيمه وعزه وشرف. عشان هيك ما تشدش على حالك عزام، شدي على الحزام واعلنها للرأي العام، احنا مش طرف بهالقصة، لانه الشغلة بدها زلام احكاها وهو نافخ ريشه. انقوا بانفسكم لتعيشوا يا ابو جيش من النعام، مفكرنا رح ننخى جيشه؟ ما حدش جايب سيرتكم ولا حد متأمل نخوتكم، بس ما تحكوا وعيرنا سكوتك، هذا كل اللي بدنا اياه منكم بس. وحدتنا في القرار وفي ارض الميدان هي افضل رد، و يكون رد فاعل وقوي، لكن في ظل انفراد هذا الفصيل وذاك الفصيل لا نستطيع أن نحدد يعني كيفية الرد. هسا أنت والسلطة بدكم تحددوا شكل الرد؟ عليم الله لو حطوك عضو في الغرفة المشتركة ليغيروا اسمها وتصير الغرفة المشركة. فاستهدي بالله ووطي سقف طموحاتك حتى هالشعب يضل له متنفس للعزة. حسرة على الغرفة المشتركة، يمكن ناقصها هالبركة لتكون الضيف ومش عارف وعزام هو الاسم الحركي. أخ منك أخ. خلص خلص سيبوا المزح وهاتوا الجد. قال بده يحدد شكل الرد، مستوعب شو قاعد تحكي ولا ماخذ ضربة برد؟ فيها الطبخة ملكو لقمة، هاي طبخة عقيدتها الهمة، ويل شغلك اعتقله ونسق، روح نطنط من قمة القمة. ورح كررها يا عزام، الوحدة ترى شغل زلام خاطرك.